أهلا بكم إلى أسبوع الصحافة، والبداية بالعناوين. الشرق الأوسط اللندنية، ناشطون عراقيون يبشرون باحتجاجات مليونية. اللواء اللبنانية، جرائم العنف تلاحق نساء العراق. وفي تقرير للخليج الجديد تنقله عن لوموند الفرنسية، كورونا ينهي الهيمنة الأمريكية على العالم. من المقالات: الكورونا العراقية لعثمان الماجد في الأيام البحرينية. ويكتب محمد عاكف في البيان الإماراتية نحو نظام عالمي بملامح أكثر إنسانية. التفاصيل بعد لحظات. قالت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية إن ناشطين عراقيين يبشرون باحتجاجات مليونية. وتشير مصادر مطلعة إلى أن جماعات الحراك لا تفكر بالكاظمي ولا بغيره ما دام من إنتاج ذات الأحزاب والمنظومة السياسية ومواصفات قوى السلطة. ويؤكد ناشطون أن الثورة مستمرة ولا تنطفئ جذوتها ما دامت القوى السياسية الحاكمة تسير على طريق المحاصصة والفساد، وأن الرد المقبل سيكون قاسيا جدا في حال حاولت القوات الأمنية التقرب من ساحات التظاهر ورفع خيم الاعتصام واستغلال الأوضاع الحالية. قالت صحيفة العرب اللندنية إن المالكي يرهن دعم حكومة الكاظمي بإسناد وزارة الداخلية إلى صهره، متشبثا بالبقاء في واجهة المشهد السياسي العراقي لترشيح أحد صهريه حسين المالكي وياسر صخيل بإسناد حقيبة الداخلية على نطاق واسع. وتضيف الصحيفة أن المالكي اشترى أصوات الناخبين في محافظة كربلاء ليضمن صعود صهريه إلى البرلمان. عنونت صحيفة كل الأخبار العراقية: صحفيون في زمن كورونا قتلى ومختطفون وبطالة. وتنقل الصحيفة عن المرصد العراقي للحريات الصحفية تراجعا مستمرا في مستوى الحريات في العراق منذ آيار 2019 حتى آيار 2020، وليبقى عداد الانتهاكات يبين طبيعة مشهد مقلق متصل بسلسلة الانتهاكات التي بدأت منذ 2003 وتزامنت مع الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية في العراق منذ مطلع تشرين أول أكتوبر 2019. قالت صحيفة اللواء اللبنانية إن جرائم العنف تلاحق نساء العراق، مضيفة أن مسلسل العنف مستمر في العراق بشكل متصاعد، خصوصا بعد قرار الحجر المنزلي، في وقت تحذر فيه منظمات دولية من تداعيات ازدياد هذه الحالات بالتزامن مع فرض إجراءات حظر التجول المرتبط بمنع انتشار فيروس كورونا. وارتفعت نسبة العنف المنزلي في العراق بنسبة 30% إلى 50% بحسب ما يؤكد مدير الشرطة المجتمعية العراقية العميد غالب عطية لوكالة فرانس بريس. وفي تقرير للخليج الجديد تنقله عن صحيفة لوموند الفرنسية: كورونا ينهي الهيمنة الأمريكية على العالم. إذ تتوقع لوموند أن يضع فيروس كورونا المستجد نهاية للنظام العالمي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية ونهاية الهيمنة الأمريكية على الساحة الدولية. وترى الصحيفة الفرنسية أن العالم سيشهد تغيرات جمة على صعيد النظام الدولي، ومن أبرز هذه المؤشرات هو اعتماد منظمة الصحة العالمية الدولية على الصين التي بدأت تلعب دورا رئيسيا في زعزعة استقرار النظام العالمي القائم، مشيرة في ذات الوقت إلى أن أزمة الكورونا كشفت أن الولايات المتحدة لم تعد القوة الرئيسية في العالم كما كانت عليه سابقا. أما الآن فأنقلكم مشاهدينا إلى الكاريكاتير.
في زاوية مقالات يكتب كاظم المقدادي في المدى العراقية قراءة في محنة الفقراء والحلول المخجلة. يقول المقدادي: شبع العراقيون حد التخمة من وعود الطغمة الحاكمة طيلة 17 عاما والتي لم تتعب من إطلاقها وتخدير الناس بها ولم تفي بوعد واحد. ووفقا لأرقام وزارة التخطيط فإن ما لا يقل عن 10 ملايين من المواطنين تحت خط الفقر من عمال وكسبة من مختلف المهن يصارعون يوميا من أجل تأمين لقمة خبزهم وقوت عائلاتهم. ويرى الكاتب أنه لو كانت الحكومة حريصة على شعبها لأسرعت في اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من عبء الأزمة، لكنها أثبتت مرة أخرى أنها بعيدة كل البعد عن محنة الشعب ولا تهتم بالواقع المرير. ويكتب عثمان الماجد في الأيام البحرينية الكورونا العراقية. يقول الماجد: الطبقة السياسية في العراق وبدلا من أن تنشغل بالمطالب التي يرفعها المنتفضون هي منشغلة برئيس للوزراء من داخل الطبقة السياسية المرفوضة شعبيا. ويضيف بالقول: الحالة العراقية ابتليت قبل جائحة كورونا بجائحة أشد نخرت كل مقومات العراق وأتاحتها نهبا لميليشيات طائفية بزي الأحزاب السياسية، فجمعت بين وقاحة حمل السلاح ووقاحة اللصوص الذين حصدوا الأخضر واليابس في العراق الجريح. أخيرا يكتب محمد عاكف في البيان الإماراتية نحو نظام عالمي بملامح أكثر إنسانية. يقول الكاتب: المتوقع ما بعد جائحة كورونا هو ما يتخذ من مواقف سياسية في ضوء تقييم التجربة والتعرف على قصتها بكل التفاصيل، كما أن النظام العالمي القائم لا يسمح بشكل فعال بالاستفادة من الموارد البشرية لتحسين ظروف الحياة. ويكمل بالقول: القدرات هي أسيرة القرار السياسي، وما يرصد من أموال للبحوث في المجالات التي تتعلق بالصحة العامة وتحسين الظروف البيئية لا يرقى إلى مستوى الحاجة الحقيقية لذلك. مشاهدينا، سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة عبر الهاتف الكاتب الصحفي أحمد صبري. أرجو تفضلكم بالبقاء معنا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب بضيفي عبر الهاتف الكاتب الصحفي أحمد صبري. مرحبا بك سيد أحمد معنا. يا مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا بك. دعنا نبدأ من عنوان صحيفة الشرق الأوسط اللندنية: ناشطون عراقيون يبشرون باحتجاجات مليونية، وجماعات الحراك لا تفكر لا بالكاظمي ولا بغيره ما دام من إنتاج ذات الأحزاب والمنظومة السياسية. كيف سيكون زخم التظاهرات المقبلة؟ يعني الزخم المقبل متفائل، وأيضا هناك استعدادات كبيرة لانطلاق مليونية هي امتداد للحراك المتواصل، امتداد للثورة. يوم 12 من الشهر الجاري ستنطلق تظاهرات كبيرة في بغداد ومحافظات أخرى تندد بالنظام وتدعو لإسقاط نظام المحاصصة الطائفية. هناك الكثير من الناشطين والقوى السياسية الوطنية تستعد لانطلاق هذه التظاهرة التي سوف تكون كبيرة جدا وبمشاركة جماهيرية ضخمة. نعم، صحيفة العرب اللندنية تقول إن المالكي يرهن دعم حكومة الكاظمي بإسناد وزارة الداخلية إلى صهره متشبثا بالبقاء في واجهة المشهد السياسي العراقي. برأيك لماذا إصرار المالكي على أن تكون حقيبة الداخلية لصهره؟ نعم، المالكي يريد وباستمرار وبعد أن تراجع
يعني دورة في العملية السياسية، يريد أن يعيد هذه الكرة بتصدر المشهد السياسي من خلال صفقات ومن خلال شروط. لذلك كان حقيقة أحد شروطه أن يدعم الكاظمي بتولي صهرة وزارة الداخلية، هذه الوزارة المهمة التي تكلف الدولة الخزينة العراقية مليارات الدولارات توزع على الميليشيات الطائفية ولكن بدون أي أثر. لذلك المالكي يحاول أن يبقي هذا الرجل في هذا المكان. أيضا تضيف صحيفة العرب اللندنية أن المالكي اشترى أصوات الناخبين في محافظة كربلاء ليضمن صعود صهريه إلى البرلمان. برأيك ألا تعد عملية شراء أصوات الناخبين مخالفة لقانون الانتخابات؟ كل الانتخابات التي شهد العراق شابها التزوير، خصوصا من الطبقة السياسية من أحزاب السلطة التي تحاول بشراء الأصوات وبالترهيب وبالترغيب لإبقائها في المشهد السياسي. ما جرى خلال الانتخابات الأخيرة، هناك من العراقيين قد تم حقيقة تعبئتهم بهذه الطريقة، والقسم الآخر لن يذهب إلى الانتخابات، وكانت نسبة المشاركة أقل من 20% في هذه الانتخابات. ولكن بكل الأحوال كل الانتخابات التي شهد العراق شابها التزوير وأيضا التلاعب بالنتائج. نعم، في المدى العراقية مقال للكاتب كاظم المقدادي تحت عنوان قراءة في محنة الفقراء والحلول المخجلة، يقول فيه: لو كانت الحكومة حريصة على شعبها لأسرعت في اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من عبء الأزمة، لكنها أثبتت مرة أخرى أنها بعيدة كل البعد عن محنة الشعب ولا تهتم بالواقع المرير. لماذا استمرارية عدم الاهتمام الحكومي رغم الانتفاضة الشعبية؟ نعم، الحكومة وأحزاب السلطة الحاكمة أدارت ظهرها عن المطالب الشعبية، وحقيقة انعزلت بشكل كامل عن الواقع الذي يعيشه العراق. هناك نسبة كبيرة وكبيرة جدا في أعداد الفقراء والمعوزين وأيضا التي تقطعت بهم السبل بفعل الإجراءات الحكومية التي لن تأخذ بنظر الاعتبار لدعم هذه الشريحة. لذلك العراق يتصدر قوائم الفساد والكثير من المعلومات التي تؤكد أن العراق في الخانق الذي يتخبط به منذ احتلاله وحتى الآن. في صحيفة الأيام البحرينية طالعنا مقال لعثمان الماجد بعنوان الكورونا العراقية، يقول فيه: الطبقة السياسية في العراق بدلا من أن تنشغل بالمطالب التي يرفعها المنتفضون، هي منشغلة برئيس الوزراء من داخل الطبقة السياسية المرفوضة شعبيا. لماذا الإصرار على الطبقة السياسية المرفوضة شعبيا دائما؟ يعني هذه الطبقة السياسية التي تتسيد المشهد السياسي وتحكم العراق ما زالت تراهن على بقائها على الرغم من تواصل الحراك الشعبي والثورة المتأججة في بغداد والمحافظات، لا زالت تراهن على الوقت وأيضا تراهن على حجب الحقائق عن العراقيين، خصوصا ما يتعلق بالفساد وأيضا التدخل الإيراني وكذلك فساد السلطة السياسية. الطبقة السياسية لا تريد أن يشاركها أحد، لذلك ترشح أبناء هذه الطبقة الذين حقيقة لا تتوفر في سجلاتهم كل موجبات واشتراطات الرئيس أو رئيس الوزراء أو الوزير. لذلك هذه الطبقة تحاول أن تبقي وتستمر في إدارة شؤون العراق الذي أوصلته إلى الحال الذي يتخبط به. أستاذ أحمد، ننتقل إلى صحيفة كل الأخبار العراقية، هناك عنوان: صحفيون في زمن كورونا قتلى ومختطفون وبطالة. تنقل الصحيفة عن المرصد العراقي للحريات الصحفية تراجعا متزامنا مع الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية في العراق. كيف تقيم الحالة الصحفية وعمل الصحفيين في العراق؟
نعم، عمل الصحفيين بالعراق خطر جدا، والعراق ما زال يتصدر الدول التي تهدد الصحفيين وتكمم الأفواه. لذلك جاءت كل التقارير هذا العام بمناسبة اليوم العالمي للصحافة العالمية الثالث من مارس الحالي، تشير إلى أن العراق ما زال يشهد خناقا ويشهد تهديدا لعمل الصحفيين في كل المجالات. هناك الكثير من الذين يهددون يوميا، من الذين يعتقلون ومن الذين يقتلون في سلطة أدار ظهرها عن الشعب، وبالتالي لن تلاحق أي عملية استهداف للصحفيين. من هنا تكمن خطورة العمل الصحفي في العراق. نعم سيد أحمد، بمناسبة اليوم العالمي للصحافة الذي وافق هذا الأسبوع، برأيك هل الصحفيون حول العالم يمارسون دورهم الصحفي بحرية؟ هذا تعتمد من دولة إلى أخرى، ولكن بكل الأحوال الصحافة مهنة وصناعة خطيرة جدا، يعني تؤسس لكثير من الحالات، خصوصا تعبئة الرأي العام العالمي في أي قضية كانت. من هنا تكمن هناك الكثير من الأنظمة والشخصيات التي ترى في الدور التنويري للصحافة ولدور الصحفيين خطر على وجودهم وخطر على التستر على ما يقومون به. من هنا تكمن أهمية الحفاظ على دور الصحفي لينهض بدوره بشكل سليم من دون تهديد ووعيد وأيضا مضايقة في مجال عمله. طيب، صحيفة اللواء اللبنانية تقول إن جرائم العنف تلاحق نساء العراق وهي بتصاعد مستمر بعد قرار الحجر المنزلي وسط تحذيرات لعديد من المنظمات الدولية. ما الأسباب وراء جرائم العنف ضد نساء العراق؟ جرائم العنف ضد نساء العراق تصدرت قوائم كل المنظمات الإنسانية التي رأت في هذا السلوك خطر على المجتمع وخطر على نظام القيم العراقي والمجتمعي. النساء العراقيات يعني عانن الكثير في ظل الحصار وفي ظل حملات الاعتقالات والمغيبات وايضا عمليات القتل وعمليات الترهيب فيما يتعلق باداء عملهن. لذلك المراه العراقيه الان تعاني من اضطهاد السلطه وتعاني من التحقيق وتعاني الكثير من اساليب القمع من قبل السلطة ومن قبل الأحزاب التي تحكم العراق. لذلك هي أسيرة هذه المخاطر، ولكن بتقديري تسليط الضوء على ما تعانيه المرأة العراقية خصوصا النساء ربما يعطي أملا من أجل يعني إزاحة هذه المخاطر عن المرأة العراقية. طيب، ننتقل إلى الشأن الدولي. هناك تقرير في الخليج الجديد تنقله عن صحيفة لوموند الفرنسية: كورونا ينهي الهيمنة الأمريكية على العالم، وهذا من ضمن توقعات الصحيفة الفرنسية. برأيك هل ذلك وارد في قاموس السياسة العالمية؟ هناك الكثير من المراكز الأبحاث الغربية والأمريكية والشرقية تحت ان العالم الذي سيحب انتهاء كورونا عالم يختلف عن العالم الذي قبله. لذلك يعتقدون ان الهيمنة الامريكية والسلطة الامريكية على العالم ربما تتراجع لصالح دول اخرى. من هنا تكمن اهمية دفاع الولايات المتحدة عن موقعها الريادي في العالم، لانها تعتقد ان فشل هذه الدول في مواجهة هذه النكبة ربما وضعها في دائرة المساءلة والشك من قدرتها على مواجهة مشاكل وأيضا نكبات أخرى. لذلك الكثير من المعلقين والمحللين يعتقدون أن الدور الأمريكي ربما يتراجع لصالح دول أخرى، خصوصا الصين التي تعتقد أمريكا أنها هي المسؤولة عن تسرب هذا الوباء الخطير. نعم، أيضا ترى صحيفة اللوموند أن العالم سيشهد تغيرات جمة على صعيد النظام الدولي.
ما طبيعة هذه التغيرات الدولية؟ التغيرات الدولية حسب المتداول هي يعني ستكون تحد من الهيمنة الأمريكية التي أثبتت الوقائع أنها كانت غير متحمسة وكانت غير مستعدة لمواجهة هذه الأخطار الكبيرة. لذلك أن المتغيرات ربما تأخذ هذا الموضوع بنظر الاعتبار، لأن العالم الجديد ربما سيتشكل بعيدا عن الاشتراطات القديمة التي كانت تحكم وتسير العالم بشكل عام. سيد أحمد، أخيرا لدينا مقال في البيان الإماراتية لمحمد عاكف بعنوان نحو نظام عالمي بملامح أكثر إنسانية. يرى الكاتب أن النظام العالمي القائم لا يسمح بشكل فعال بالاستفادة من الموارد البشرية لتحسين ظروف الحياة. إذن ما الحلول المنتظرة مستقبلا؟ يعني نحن ننتظر بعد هذه النكبة أن يكون يعني العالم الجديد أو ملامح العالم الجديد يستند إلى الإنصاف والعدالة وأيضا التمسك بالتقاليد الإنسانية التي تعطي الإنسان دور مهم، عكس النظام السابق الذي كان تهيمن عليه الولايات المتحدة وحلفائها الذين أدى إلى غزو العراق واحتلاله وإلى إنكار حقوق شعب فلسطين وأيضا كل القضايا العربية. لذلك نأمل أن يكون المشهد أو ملامح العالم الجديد أن يكون منصفا وعادلا فيما يتعلق بالقضايا والأزمات التي يشهدها العالم الجديد. نعم، وصلنا إلى ختام الحلقة. أشكرك أستاذ أحمد الشكر الجزيل على هذا اللقاء. شكرا جزيلا. مشاهدينا، كان معنا الكاتب الصحفي أحمد صبري في حوار أسبوع الصحافة. حتى ألتقيكم في حلقة مقبلة، لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.